في علاقات البشر كثير، وكل علاقة في الدنيا مبنية على الزوال، مش شرط انها تزول بس مبنية على الزوال، لانه طبيعة الكون كل من عليها فان، فما دام كل من عليها فان معناته العلاقات البشرية قابلة للزوال. زي ما الانسان اليوم ميلاد واليوم وفاة، العلاقات البشرية لها يوم ميلاد ولها يوم وفاة. عادي لازم تكون عشان هيك ما تحزنش، لا تحزن على فراق احد، لا تحزن على فراق احد، فإن إمامنا علي رضي الله عنه يقول: لا تضربوا أبناءكم على كسر إنائكم فإن لها أعمارا مثل أعماركم. الإناء له عمر، الولد اللي كسر الكاسة كان سببا في إظهار انتهاء عمر الكاسة ولكن لها عمرا مقدرا، فإذا كانت الجمادات لها أعمارا مقدرة فعلاقات البشر لها أعمار مقدرة، لها تاريخ مولد وتاريخ انتهاء، فلا تؤلم قلبك على وفاة علاقة قد كتب لها في الأجل أنها تنتهي في اليوم الفلاني. توجعش قلبك، أنا ريحك، أنا أصلا بريحك. الدنيا كلها كل من عليها فان. طب العلاقات البشرية على الدنيا، إذن لها علاقات موعد تنتهي فيه. فارقك حبيبك، فارقت حبيبك، فارقت جارك، فارقك جارك، انتهت قصة بينك وبين حدا، لا تندم على انتهاء علاقة مع البشر، لأن العلاقات لها أعمار كأعمار البشر. باللوح المحفوظ مكتوب فلان راح يعيش 70 سنة، مكتوب، لكن انتهاء العلاقة تم عن طريق حادث السير، فإحنا قلنا مات بسبب حادث السير، لا، هو عمليا انتهى عمره، انتهى أجله. فلازم نميز أن هنالك أعمارا لنا وللجمادات وللأفلاك وللأكوان، حتى النجوم السائرة في أفلاك السماوات والأرض لها تاريخ مولد وتاريخ انتهاء. حتى الأفلاك، النجوم اللي بالسماء إلها تاريخ انتهاء، إلها تاريخ صلاحية ثم تختفي، تموت، تتفتت. هذا كلام علمي فلكي. البشر لهم أعمار، الحجر له أعمار، الكاسات لها أعمار، الأجهزة لها أعمار، الطاولة قدام لها أعمار، البيوت الإسمنتية لها أعمار افتراضية، كل من هو فوق الدنيا له عمر افتراضي بما فيها علاقات البشر. لكن حياة الإنسان قد تنتهي بمرض، حياة الإنسان قد تنتهي بحادث سير، حياة الإنسان قد تنتهي كذا، فننسب انتهاء العمر إلى ذلك السبب. لا، هو في الأجل المكتوب كتب الله عز وجل إلى علاقة معينة، إلى مدة معينة. علاقات البشر نفس الشيء، علاقات البشر نفس الشيء، لها تاريخ ابتداء ولها تاريخ انتهاء، مقدر عند الله عز وجل، ولكن تاريخ الانتهاء ينسب للسبب. نقول كانوا شركاء ومع بعض وحلوين، وسبحان الله دخلت الدنيا بينهم فكوا الشراكة. حبيبي، اللي حصل أن العلاقة قد انتهت كما تنتهي أعمار البشر، ولذلك ريح قلبك. لو واحد تركك ريح قلبك، انتهت بالأجل القديم باللوح المحفوظ، انتهت العلاقة القائمة بينك وبينه، فظهر انتهاؤها بشكل مشكلة، قلنا بسبب المشكلة. لا، هو ماتت العلاقة، ماتت كما يموت الإنسان تموت العلاقات البشرية، كل من عليها فان، ربنا اللي بيقول لك سبحانه وتعالى. فكل العلاقات الموجودة في البشر في وجه الدنيا إلها تاريخ انتهاء، إلها يوم تموت فيه. لكن في علاقة واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيعطي عليها ثواب عظيم. لماذا؟ لأنها نادرة. أي علاقة؟ اللي كانت بسبب الله عز وجل، اللي كانت سببها محبة في الله تبارك وتعالى. لو إنه العلاقات كلها زي علاقتك مع فلان بسبب الله، كان ربنا ما أعطى له، كان ما كانت مميزة. إذا كانت علاقات الشراكة تدوم والعلاقة في الله تدوم، شو الميزة بينهم؟ ولا شيء. ليش أعطيك عليها مكافأة؟ ما كل علاقات بتدوم. حتى العلاقات الزوجية، حتى الإنسان مع زوجته، لو وصل بين زوج وزوجة أنهما انفصلا لأي سبب من الأسباب، هذا السبب الظاهر الذي يعلق عليه الشماعة اللي راح نعلق عليها سبب الانفصال، لكنه في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل كتب لهذه العلاقة أن تستمر العدد الفلاني من السنوات ثم تتوقف. لكن بدل ما ربنا سبحانه وقفها بموت أحد الطرفين، امتن الله على الطرفين فأبقاهما أحياء وفصل العلاقة بينهما. افهموها خواتي، لازم تفهم الكلام هذا، وإخوان لازم تفهم الكلام هذا.
العلاقة القائمة بينك وبين زوجتك لو حصل لا سمح الله بينكما فرقة، فاعلم أن الأمر كالتالي: أن الله قد كتب للعلاقة أن تموت، ولكن الله لم يشأ سبحانه وتعالى برحمته أن يميت أحد الطرفين فأمات العلاقة وخلى الطرفين عشان الأولاد عايشين، فهي أبوي وهي أمي لكن منفصلين. كتب الله للعلاقة أن تنقطع. لكن في علاقة واحدة مميزة ونادرة يكتب لها الاستمرار، وهي إذا كانت قائمة على أساس المحبة في الله. لو كانت العلاقة بتجمعك بإنسان حبا في الله، وقدرت من جوا توصل لهاي القناعة أنه أنا هذا الإنسان بحبه لله، لا دنيا ولا شراكة ولا نسب ولا جوار ولا مصلحة ولا علي عندي شيء، لكن أنا بحبه لله، فقد حجزت مقعدا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. بس أنا في عندي أسئلك عشان تفهم حالك على إيش. أول سؤال: هل يشترط أن تكون العلاقة بين رجلين، ولا ممكن تكون بيني وبين ابني، يعني بين غريبين؟ خلينا نقول هل يشترط أن تكون العلاقة بين غريبين، ولا يمكن العلاقة في الله بيني وبين ابني؟ طيب، هل يشترط أن يكون بين غريبين، ولا ممكن العلاقة المحبة لله تكون بينك وبين زوجك؟ والله حلوة تكون بيني وبين زوجي، وحلوة تكون بيني وبين زوجتي. طيب، هل يمكن أن تكون العلاقة بيني وبين أخوي؟ هل يمكن أن تكون العلاقة بيني وبين والدي أو بيني وبين والدتي؟ شو اللي بمنع؟ شو اللي بمنع؟ إذا كانت العلاقة بين غريبين قد جعل الله ثوابها أن تكون في ظل عرش الرحمن، فكيف إذا كانت العلاقة قائمة بينك وبين زوجتك، وبينك وبين زوجك، وبينك وبين ابنك، وبين ابنك وبينك، أو بينك وبين والدتك، أو بينك وبين والدك؟ ما الذي يمنع؟ الأجر مضاعف، لأنك جمعت بين علاقتين: علاقة الزواج والمحبة في الله، علاقة البنوة والمحبة في الله، علاقة الأمومة والمحبة في الله. فيوم الأيام إجت زوجة سيدنا عبد الله بن عباس، وكانت صاحبة مال، وزوجها عبد الله كان فقير، فقالت: يا رسول الله، أعطي زكاة مالي لزوجي؟ قال: ولك أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. فالعلاقة إذا كان بجمعها طرفين قرابة ومحبة في الله، صار لك أجر مضاعف، وتكون في ظل عرش الرحمن. لكن السؤال الثاني، إذا السؤال الأول ممكن تكون بيني وبين واحد بقرب لي، طب السؤال الثاني هو: إحنا لما نقول علاقة في الله يعني ملائكية؟ لا. يعني ما فيهاش أغلاط؟ لا فيها. طب ليش استمرت؟ هاي مربط الفرس اللي بتفهمها. العلاقة لما تكون لله مش معناته أن هي علاقة منزهة، لا، فيها أغلاط وفيها مشاكل وفيها عتب وفيها زعل، ومرات بصير فيها كذا وبصير فيها كذا، لكن المحبة القائمة من أجل الله عز وجل كانت أقوى من القطيعة. فلما أنا وواحد متخاويين في الله عز وجل، وبعدين صارت بيني وبين خصومة، شو قلت؟ الله يخزي الشيطان، عاد والله أبو فلان كويس، أقول لك هاي التلفون: السلام عليكم أبو فلان، تعال تغدى عنا، والله اشتقنا لك يا ابن الحلال. فجعلت العلاقة القائمة مع الله عز وجل أوثق وأقوى من قطيعة الدنيا، فاستحققت بها أن تكون في ضيافة الله، لأنك أعليت شأن الله عز وجل فوق علو نفسك اللي هي الكبرياء. فلما أنا عليت شأن ربي فوق الكبرياء، لا الحق إلي، وكيف أعتذر له، وليش أروح له، ومفروض هو اللي يجي لعندي، والحق إلي أنا، وهو اللي غلط، هاي كبرياء. فلما رفعت شأن الله عز وجل فوق كبرياء نفسي، كانت الجزاء وكانت النتيجة أن أكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. مين منا بيعجز اليوم يكون لك أخ في الله؟ مين؟ الأخوة في الله ما بتعملهاش فلوسك. كم من إنسان كان معه مال ويرش الفلوس والناس حواليه، وأول ما قلبت له الدنيا ظهرها تخلى كل من حوله. احنا اليوم كلنا بحاجة الحب في الله. الحب في الله مش ذل، الحب في الله مش ضعف، الحب في الله أن تستعلي على مشاكل الدنيا إرضاء لله ومقعدك، فتتجاوز عن أخطاء أخوك. الحب في الله اليوم أن تنظر بعين الرحمة إلى زوجة سهرت مع أولادك ابتغاء لمقعد عند الله.
الحب في الله أن تتجاوز اليوم عن هفوات زوجك ابتغاء للمرضات عند الله. الحب في الله أقوى علاقة تستمر حتى ترد الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينادي مناد يوم القيامة: أين المتحابون في؟ اليوم أجلسهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. ثم ينادي الله عز وجل على رؤوس الخلائق: هؤلاء المتحابون في، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.